السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في قناة أفكار في الرياضيات. اليوم إن شاء الله في هذه الحلقة رايحين نشرح درس تحليل مجموع مكعبين للصف الثامن الأساسي في مبحث الرياضيات. نبدأ على بركة الرحمن. في عندي بحكي لي المثال الأول، حلل المقدار معطيني ألف تكعيب زائد باء تكعيب باستخدام قانون الفرق بين مكعبين. تمام، ما فيش أي مشكلة إن شاء الله. معطيني ألف تكعيب زائد باء تكعيب، بحكي له هذا الكلام بده يساوي، أنا بدي أستغل قانون الفرق بين مكعبين. ألف تكعيب بكتبها زي ما هي، ما فيش فيها أي مشكلة. الآن إشارة الزائد مش هي عبارة عن سالب مضروبة في سالب، صح ولا لا؟ وهنا حكتب له سالب باء أس 3. طيب اضرب سالب في سالب موجب، يعني انت لاحظ معايا كمان هنا الأس ماله عدد فردي، فالسالب حيظل موجود، يعني زي ما اجي اقول لك سالب باء كلها أس 3 هتحكي لي عشان الأس عدد فردي حتضلها سالب باء أس 3. الآن انت هتلاحظ هذا صار فرق بين مكعبين، صح ولا لا؟ هتلاحظ انه صار فرق بين مكعبين. كيف احنا بنفكه؟ الخطوة الثانية هتجيب الجذر التكعيب لألف تكعيب، هتحكي لي ألف. الآن هي الناقص بكتبه زي ما هو، بدك تجيب الجذر التكعيبي، بدك تجيب الجذر التكعيبي لسالب ب، هنا ايش كلها؟ تكعيب، ما فيش أي مشكلة، هتحكي لي الأس 3 بروح مع الجذر التكعيب رايح يضل عندي سالب بهذا الشكل، تمام؟ إذا في هنا عندي سالب، تمام؟ طيب هذا القوس الأولاني، مش بعد ذلك بنفتح قوس أكبر. طيب تمام، الآن بنقول له مربع، الحد الأول مربع الألف هتحكي لي ألف تربيع، الإشارة السالب إيش حصير؟ موجب، صح ولا لا؟ تمام. بعد ذلك حيصير عندي كالتالي، هتقول له الاول ضرب الثاني، يعني هتضرب الالف مضروبة في سالب باء زائد مربع الباء، ايش حصير؟ باء تربيع، هي سالب باء تربيعها هي سالب باء، تمام. ايش تربيعها؟ حيصير السالب تربيعه موجب، لانه سالب ضرب سالب موجب، والباء حصير باء أس 2. تمام نكمل. الآن رايح تلاحظ معايا إنه سالب ضرب سالب موجب، معناته القوس الصغير صار ألف زائد باء بهذا الشكل، القوس الكبير هذه ألف تربيع زي ما هي. الآن ركز معايا، ألف ضرب سالب باء هتحكي لي سالب ألف باء. طب وعندي موجب ضرب سالب، هيصير عندي سالب، وحكتب ألف باء زي ما هي زائد باء تربيع. إذا رايح يكون عندي ألف تكعيب زائد باء تكعيب. كيف بنحللها؟ نفتح قوس صغير وقوس أكبر. في القوس الصغير بنجيب الجذر التكعيبي لألف تكعيب، وبعدين بنجيب الجذر التكعيبي لباء تكعيب، وأنت لاحظ الإشارات موجب تكتب موجب زي ما هي، ما بغيرهاش. بالنسبة للقوس الكبير من ربع الألف، تمام؟ بصير ألف تربيع، الإشارة بدل ما هي زائد إيش بتصير؟ ناقص، الإشارة بدل ما هي زائد بتصير ناقص. الخطوة اللي بعدها بضرب ألف ضرب باء، رايح أحصل على ألف باء، ومن ثم بدي أربع الحد الثاني من ربع الباء، بصير موجب باء تربيع. طيب في عندي هنا النشاط اللي بعده بحكي لي حلل
رقم واحد صاد تكعيب زائد 64. انت لاحظ معايا صاد تكعيب يعني عدد مكعب، ايضا 64 عدد مكعب لانه 4 ضرب 4 ضرب 4، والاشارة زائد، اذا هذا مجموع مكعبين، يعني حيصير عندي الصاد كل هذيك بهذا الشكل اس 3 زائد ال 64 مش هي عبارة عن 4 اس 3 بهذا الشكل، اذا هذا شكل مين؟ مجموع مكعبين. كيف بفكه؟ بعمل له قوس صغير تمام وقوس اكبر. الان الجذر التكعيبي لصاد اس 3، طب ما ال 3 بتروح مع الجذر التكعيبي بضل عندي صاد، وهنا في عندي زائد تمام، والجذر التكعيبي لل 4 اس 3 هتحكي لي ايضا 4. اللي مش فاهمها بامكانه يفهمها زي هيك. طلع لما بدي الجذر التكعيبي لصاد اس 3 هتحكي لي التكعيب بروح مع الجذر بضل عندي صاد. نفس الحكاية لما بدك الجذر التكعيبي لأربعة أس ثلاثة التكعيب بروح مع الجذر هيضل عندي 4. إن شاء الله تكون واضحة. بعد ذلك بقول لي ربع الحد الأول، ربع الصاد بتصير صاد تربيع، غير إشارة الموجب خليها سالب، بعدين اضرب الحد الأول في الحد الثاني، يعني صاد ضرب 4 هنحصل على 4 صاد، ومن ثم ربع الحد الثاني، يعني ربع الأربعة، 4 ضرب 4 16. معطيني المسألة الثانية بحكي لي 3 ميم تكعيب زائد 24 بده يساوي. انت لاحظ معايا انه الميم تكعيب عددا مكعبا وفيها انا موجب، يعني ممكن يجي انت في بالك انه ممكن اشتغل انا على مجموع مكعبين، ولكن بتواجهني مشكلة انه الثلاثة عددا ليس مكعبا وال24 عددا ليس مكعبا، ولكن بلاحظ ان الثلاثة تقبل القسمة على ثلاثة والاربعة وعشرين تقبل القسمة على ثلاثة، معناته بامكاني اخذ الثلاثة عامل مشترك، ولما بدي اخذ الثلاثة عامل مشترك يعني حقسم الحد الاول على ثلاثة والحد الثاني على ثلاثة، هيصير عندي كالتالي، ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد بضل عندك ميم اس ثلاثة، بعد هيك في عندي زائد 24 على ثلاثة النتيجة 8. الان انت لاحظ معايا ميم أس 3 يعني عدد مكعب، والثمانية أيضا عدد مكعب لأنه 2 أس 3، إذا حيصير عندي كالتالي، الثلاثة اللي برا ما إلي دعوة فيها، هتلاحظ هذه ميم أس 3 زائد 2 أس 3، من وين جبناها؟ لأنه الثمانية هي عبارة عن 2 أس 3، اللي ما بيعرف من وين جبناها بإمكانه زي هيك نقول له هي الثمانية قسمة متكررة على 2 4 2 2 على 2 1، إذا الاثنين كمان مرة تكررت ثلاث مرات، إذا هي عبارة عن 2 أس 3، كتبناها على الصورة الأسية. الآن رايح يصير عندي ما يلي، الثلاثة اللي برا ما إلي دعوة فيها، هذا طبعا مجموع مكعبين، كيف بحلله؟ بنفتح قوس صغير وقوس أكبر. الآن بجيب الجذر التكعيبي لميم تكعيب، طبعا هي بهذا الشكل، الجذر التكعيبي لميم تكعيب، هتلاحظ التكعيب بروح مع الجذر رايح يضل عندك ميم، زائد أيضا الجذر التكعيبي للاثنين أس 3 هيطلع معايا أيضا 2، تمام؟ زيها بالضبط، هيها الجذر التكعيبي للاثنين أس 3، الثلاثة مع الجذر التكعيب بتروح بضل عندك الجواب 2. الآن باجي للميم الحد الأول من ربعه بصير ميم تربيع، والإشارة الموجبة بصير سالبة، وبضرب الحد الأول في الحد الثاني، يعني ميم ضرب 2 2 ميم زائد من ربع الاثنين بصير 4. تطبيق القانون سهل وفيش فيه مشاكل. المسألة الثالثة بحكي لي 8 ألف تكعيب زائد 343. انت لاحظ معايا انه الثمانية عبارة عن 2 أس 3، وهان في عندي ألف تكعيب زائد 343 هي عبارة عن 7 أس 3 لأنه عدد مكعب. كيف عرفنا؟ بإمكانك تستخدم القسمة المتكررة بيطلع معاك الجواب. الآن في أنا عندي قاعدة بتحكي لي سين أس نون ضرب صاد أس نون هي عبارة عن سين ضرب صاد أس نون، إذا معناته 2 ألف ك
كلها حصير أس 3. شايف 2 أس 3 ضرب أ أس 3 هي نفسها 2 أ أس 3 زائد 7 أس 3. هذا مجموع مكعبين، كيف بنفكه؟ نفتح قوس صغير وقوس أكبر. الآن حيصير عندي كالتالي، بدك تجيب الجذر التكعيبي لل 2 أ أس 3. ما هيها الجذر التكعيبي لل 2 أ أس 3؟ هتحكي لي الأس 3 هذا مع الجذر التكعيبي بروح بضل عندي 2 أ، إذا حكتب هنا 2 أ، إيش الإشارة؟ زائد. نفس القصة، الجذر التكعيبي ل 7 أس 3 هتحكي لي 7. الخطوة الثانية حتربع ال 2 أ، بدنا نربع ال 2 أ، تمام؟ طبعا هنا في عندي 2 أس 1 و أ أس 1، حيصير هاي ال 2 أ وبضرب الأسس في بعض، 1 في 2 2، 1 في 2 2، إذا تربيع ال 2 أ، تمام؟ إيش النتيجة حتكون؟ 4 أ تربيع، إذا حتكتب هنا 4 أ تربيع. الآن الإشارة زائد بتصير ناقص، وبتضرب 2 أ ضرب 7، إذا أكمل الجواب 2 في 7 14 أ زائد تربيع 7 49. المسألة الرابعة بحكي لي سين تكعيب زائد 1، ما فيش أي مشكلة، أصلا هذه السين كلها أس 3 زائد الواحد، أيضا إحنا بنعرف هو عبارة عن عدد مكعب، تمام. الآن بكل سهولة نفتح قوس صغير وقوس أكبر، بنجيب الجذر التكعيبي لسين أس 3 هتحكي لي سين زائد، لأن الإشارة زائد، والجذر التكعيبي لواحد أس 3 هتحكي لي 1. بنربع السين بتصير سين تربيع، بنغير إشارة، بدل ما هي موجبة بتصير سالبة، ونضرب سين ضرب 1 هتحكي لي سين، وبنربع الواحد طبعا موجب 1. وبهيك أعزائي الطلبة بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى يكون الشرح أعجبكم. إذا أعجبكم شرحنا بتمنى تدعمونا وتشتركوا في القناة. طبعا إحنا إن شاء الله رايحين ناخد فيديوهات أخرى على نفس هذا الدرس حتى نكمل الأنشطة وجميع تمارين ومسائل الكتاب المدرسي. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.